وجودك يا ده سيدي. عهدي شايفك انت الواد التقيل النهارده. ربنا يخليك. تعرف ان الاغنيه لايقه عليك؟ يعني وانت بتغني ممكن كنت تعمل الدور ده لو الزمن بقى دلوقتي، ايه ممكن تعمل نفس طبعا الدور. ما حدش هيقدر يعمل الدور ده تاني زي الاستاذ حسين فهمي. وطبعا ما فيش سعاد حسني، فهيبقى بس صعب. ينفع بقى. ينفع يا رب يا رب يعني لو عاوزين يعدوه تاني نجرب. تعمل حركات كده يعني وهم بيقطعوا عليك مع الاغنيه كنت حاسه انه لايق عليك. طيب الحمد لله. آه عايزه اقول لكم يا جماعه مساء الخير، والعمده مشرفنا النهارده. العمده من المصرويه لقصر الامير طاز. احنا هنعملك النهارده امير القصر. ده حاجه جميله جدا. اولا اللوكيشن برافو عليكم على يا عم. ما تقول يا عم حرام عليك الدنيا. انا مش ناقص. انا سايب العمده ومش طب عملت عمده ازاي؟ لا ما كانش في نار كده. حد من الغفر كان عمل لك ما يقدروش يعملوا كده غير لما يقولوا لي. طبعا انا عشان كده بقول له ايوه. خلاص انت بعد كده ما تكون عايز يعمل حاجه بالنار انت تدي له اوردر يعني. اعمل اللي انت عايزه. اعمل اللي انت عايزه. اللي انت عايزه. عموما عايزه اقول لكل مشاهدينا القصر النهارده منورنا الفنان الجميل هشام سليم، وتليفونات هتكون معاكم على الهوا دلوقتي، يا ريت تكلمونا ونتكلم معاه عن المصرويه وعن غيرها. طبعا هو منور شاشه رمضان، صحيح مش بنشوفه هنا في مصر، لكن الدش والسماوات المفتوحه والدراما المصريه السنه دي الحقيقه متفوقه في كل مكان. الحمد لله. الحمد لله السنه دي احسن بكتير من السنه اللي يعني. السنه اللي فاتت الحمد لله في حاجات احسن بكتير قوي. مش ملحقه من كتر الموضوعات ما هي حلوه وجميله، مش عارفين يتابعوا ايه فين وازاي. ما هو ده الكم بقى، ده عيب الكم. طبعا لا والله انا كنت افضل انه يعني فعلا في يعني في الحشره دي يفضل انه يتفضل يفضل انه يتذاع لوحده. طبعا عموما احنا يعني خصينا مشاهدي القصر اللي لو حد ما عندوش وقت يتابع نشوف جزء من المصرويه أوي. نشوف العمده وارجعوا لنا في القصر وفناننا الجميل هشام سليم امير القصر. زي ما شفتم معانا دي يمكن كليب سريع جدا لمسلسل المصرويه للمبدع اسامه انور عكاشه والمبدع اسماعيل عبد الحافظ، وطبعا البطل هشام سليم ومعاه غاده عادل ومجموعه من النجوم اللامعين. اكيد لما كمان هيرجع يتذاع على الارضيه هيبقى له يعني طبعا صدق. كل واحد بيركو ذلك، والمفروض انه يبقى له صدى كويس لان في صدى اوريدي كويس بالنسبه له. ناس كتير قوي بيتكلموا وبيقولوا الحمد لله. النقاد طبعا وبالكلام وكمان اعمال اسامه انور عكاشه بتحتاج تركيز بصراحه. هو ما هو ده اللي فاته حلقه من المسلسل مش هيقدر يكمله. عشان بيحصل احداث كتير قوي فممكن يفوت حاجه مهمه ما يفهمش بقيه الاحداث. فطبعا انه فطبعا انه يتعرض تاني ده يبقى فرصه كبيره قوي، يبقى فرصه في وقت الايام اللي جايه الشتاء كمان هتبقى الناس الله. عندها فرصه للمشاهده. طيب قبل ما نبدا كلام عن المصرويه اعرفك على قصرنا. يا ريت. انت الامير، كل الناس دي موجودين النهارده جايين علشان الامير، التنورة الصغير والكبير والبخور ده عشان يبخرك وممكن تشرب تمر هندي في اي وقت، وممكن نجيب حسني اللي ضحى بمرجانة. كان في بنت أمورة بتيجي تقدم شراب، يبدو ان هو جوزها ده صعب شوية منعها النهاردة. اعتقد انه يعني هو مرجانة معجبة بيك ولا حاجة، فهو يا ريت حسني يجي بس عشان هشام يشوفه ممكن نفصله كده. على طول دلوقتي يا حسني ليه كده؟ حسني باشا ده، فحسني باشا ده ضحى بمرجانة. ندي فرمان بكره لمرجانه ترجع تشتغل. فرمان انه مرجانه ترجع بكره مش كده؟ ان شاء الله. عموما حسني ممكن يجي هنا، هشام هيرفدك، بس معانا اتصال ما نقدرش لازم ناخده. انت شوفه وبعدين نصدر الفرمان ده واحنا خلاص كده حفظتك. هو يعني قعد مرجانه وجالك انت غيران برضه. اتفضل سيادتك. اتفضل حضرتك. اتفضل سيادتك. اتصال مبدع جميل عشنا معاه ليالي رمضان، ليالي الحلميه وغيرها من اعماله ابداعاته سواء اللي بتذاع على شاشه رمضان او غير رمضان. هو مبدع طبعا الكاتب الكبير استاذ اسامه انور عكاشه، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا شفكي. ودايما ابداعك وبنتابع يعني عملك الجميل، ولسه بقول لهشام انه اعمالك بجد بتستحق ان الواحد يكون عنده وقت ويتابع علشان ما يفوتوش الحاجات اللي انت بترصدها كمان بين السطور في الشخصيات. انت عبرتي الحقيقه على اللي انا عايز اقوله بالظبط، ان بيقولوا ايه وبضاغه النافعه. بالظبط. انا شخصيا مبسوط انه ما نزلش في المهرسه بتاعت رمضان في وسط ال 40 مسلسل اللي نازلين ورا بعض والناس تاهت بينهم. افضل انه يبقى واخد ركن لوحده ويتذاع المهل والناس تقدر تتلقاه بشكل طيب. بالظبط. المصرويه هل اقدر اقول بسنين فرقت ما بين ليالي الحلميه والمصرويه ده رصد جديد لتاريخ مصر؟ هو من خلال رصد اجتماعي جديد؟ هو رصد من عمق زمني ابعد. ابعد. يعني المره دي انا واخد المساله من بدايات القرن
البدايات المصروية يعني. من بدايات القرن العشرين يعني من سنة 1914 سنة الحرب العالمية الأولى لغاية النهاردة. ودي مساحة زمنية طويلة يا رب نقدر نغطيها إن شاء الله. يعني كده نقدر نقول إنه هترجع تاني أحداث الحلمية تخش وبعدين تطلع أحداث تانية يعني جديدة. والله هي فكرة فكر فيها كويس. المصروية موجودة دلوقتي، ده يعتبر جزء أول، في جزء تاني؟ طبعا في جزء تاني هتستكمل في خلال أربع أجزاء أو خمسة إن شاء الله. حضرتك شفت دور العمدة إزاي؟ شفت الفنان هشام سليم إزاي في دور العمدة؟ لا، كوني شفت هشام سليم إزاي ده حدوتة، إنما في البداية اتفقت أنا والأستاذ إسماعيل عبد الحافظ على إن العمدة بالشكل اللي اتكتب بيه لازم هشام سليم. وبعدين هشام سليم بناء على ما لاحظناه في اعماله الاخيره وصل درجه نضج اشاد بها الجميع، وكانت ثابته للنظر غير حقيقه. هو بالتالي ده اقل ما يمكن ان يقدم لهشام سليم يعني. ده صحيح. انما بقى هو دخل على العمده ازاي وعمل فتح الله الحسين ازاي، الحقيقه ادهشنا احنا قبل اي حد. ما هو ابن عمده برضه، ما صلاح سليم كان عمده كبير يعني. يعني العموديه في دمه اكيد. بالظبط يعني، ما هي العموديه في دمه بالجينات الوراثيه. فالحقيقه دراسه متانيه وعلى المهل للدور، دخول زي ما بيقولوا بلغه المعاهد، دخل في اهاب الشخصيه، تمثل فتح الله الحسيني بحساسيه هائله جدا، واختار اللهجه والتون والشكل اللي يطلع بيه للناس في دور العمده ده بمقدره تحيا حقيقه، لدرجه ان احنا جميعا حاسين انه لا عمده الا هشام سليم. الا هشام سليم، واحنا واقفين على الكلام ده. ربنا يخليك. تحب تقول حاجه تحب تتكلم استاذ اسامه تقول له حاجه؟ هقول له ده كتير قوي عليا يا استاذ اسامه، وربنا يخليك، وارجو ان انا اكون عند حسن زيونكو ان شاء الله في الجزء الثالث والثاني والثالث والرابع والخامس. يفضل العمده. سعداء بيك يا هشام. الله يخليك يا استاذ. استاذ اسامه، المخرج اسماعيل عبد الحافظ قال انه المصرويه ستتجاوز ليالي الحلميه. ارجو هذا ان شاء الله. انا شخصيا لان كاتب العملين يعني براهن على ده. عموما احنا اصل ليالي الحلميه تربى عليها اجيال، واحنا بحاجه تاني انه نربي اجيال بقى تاني. احنا تربينا على الحلميه، تيجي اجيال جديده بقى تتربى على المصرويه. احنا محتاجين دايما ننعش ذاكره الاجيال الجديده، الناس اللي ما شافتش واللي ما سمعتش نتيجه لقصور شديد في توصيل المعلومات التاريخيه للاجيال الجديده. فاحنا بنحاول نسد ثغره باننا نقدم من خلال الدراما جزء من تاريخ مصر مرئي ومحكي بالفن. عموما ارجو ان نوفق يعني. شاشه رمضان بتسعد بكتاباتك وبموضوعاتك وبطرحك لشخصياتك الثريه دايما، والدراما المصريه دايما بخير وجميله متالقه في كل مكان. بنقول لك مبروك على المسلسل، وان شاء الله نشوفك مره هنا برضو ملك بقى في القصر يعني. ان شاء الله. صغير امير يعني. ميرسي يا كل سنه وحضرتك طيب، ودايما الى الامام استاذ اسامه. كل سنه طيب يا استاذ. طيب العمده فتح الله. ايوه. ناس كتير برضو دايما بيشوفوا يعني مشكله ملامحك وتربيه هشام الارستقراطيه ماشيه وراك، رغم ان انت بتمثل من وانت قد الولد الجميل ده. ما شاء الله، ربنا يديله الصحه. لكن الناس ما بتبطلش تنسى الحكايه دي، يعني ابن الزوات ازاي يبقى عمده؟ لانه الحكايه دي بتحط عليك مجهود انت لا ما بتحطش عليا مجهود، لان في الاول وفي الاخر انا مصري بقى، ابن زوات، ابن ناس. بس عايز يوريك ان هو شاطر برضه. هو ما شاء الله ربنا يديله الصحه. فكره هشام سليم مثل في سنك كده بالظبط. سيبيه لانه هو مركز في اللي هو مركز في التنوره يعني. ما شاء الله. ما شاء الله. تقريبا مثلت في سنه تقريبا. تقريبا. فدي حاجه جميله طبعا. بتحط عليك عبء انت بقى كهشام. لا انا اللي انا مش فاهمه ليه الناس يعني بتقسم الناس يعني. ده ارستقراطي وده مش عارف ابن ناس وده مش عارف بالذات عندنا يعني انت لو بصيت بالزبط. مثلا على التمثيل في هوليوود ما بنعرفش حتى هم اصولهم ايه بالظبط. بيعمل مره برنس، مره بالزبط. طالع واحد في شارع. وبعدين ده بيعمل الكلام ده بعد سنه تمرين وسنه يعني هم بيشتغلوا على الحاجات دي. انت ممثل يعني، ادوات. احنا ما عندناش وقت نشتغل على زي ما هم بيشتغلوا يعني. لهجه ممكن يشتغل عليها لوحده لمده 6 اشهر او 7 اشهر قبل ما يصور. صح.
وده بيبقى في توضيب الفيلم. احنا ما عندناش ده، احنا بيجي لك المسلسل يقول لك يا ريت كنا بتبتدين امبارح، فيعني احنا عاوزين الكرباج اللي موجود على طول على ظهرنا. فدي واحد. اتنين، الناس بتنسى ان انا قبل ما ابقى ابن فلان ولا جاي منين ولا بتاع، ان انا مولود في مصر. ابويا من مصر، جدي من مصر، اجدادي من مصر، اهلي كلهم من مصر، انا بتعايش مع مصريين. انا يعني انا مش بني ادم قاعد في، ما هو بالظبط انا مش قاعد في قصر ومولود بمعلقه ذهب زي ما بيقول. والله جميل جدا، لا عليك القصر، جميل جدا، ممكن اخده. ممكن اخده القصر، لا عليك، مفيش مشكله، مفيش مشكله. يعني لو عملت دور في القصر ده على طول لا عليك، مش محتاج مجهود، لسه بقى النقاط هيبقوا معاك على طول. اللبس المملوكي بقى، لبس المملوكي ان شاء الله موجود. يعني دور فتح الله بالنسبه لك، حاسس انت كهشام انه يعني دور جديد عليك؟ يعني برضو الممثل بيعيش في تاريخه، يحلم انه يقدم انماط مختلفه، ده نمط جديد عليك؟ ده نمط اكيد جديد عليا. كنت يعني مرعوب، ضرب الطيب السنه اللي كنت مرعوب منه، وما زلت مرعوب من الاجزاء الثانيه. خاصه هتكبر شويه في، خاصه ان الناس زي ما حضرتك بتقولي متوقعين او مستنيين ان ده يبقى زي ليالي الحلميه، لان ليالي الحلميه صلاح السعداني مثلا يعني. بالظبط. فطبعا استاذ صلاح السعداني لا يمكن حد هيقرب لسليمان غانم ولا يقدر يقرب له، عمده لوحده كده، ودي مدرسه خاصه. بالظبط. فالمشكله عندي كان يا ترى هقدر انفد من الـ من الـ من الـ من الضحضيره دي، من الحفره دي، ان ابقى زي الاستاذ صلاح السعداني، هبقى انا ما عملتش حاجه جديده. ولكن اللي ساعدني في الكلام ده هو اللي مكتوب في من الأستاذ أسامة. الشخصية مختلفة تماما، العهد مختلف تماما، التوقيت مختلف تماما. والعمدة، ما ممكن عمدة دي شخصيته، عمدة تاني دي شخصيته طبعا. لان احنا لو نزلنا مثلا في ريف مصر مش هتلاقي كل العمدة ده مختلفين. بالظبط بالظبط، كل واحد ليه طريقته وشخصيته بنفسه. فطبعا الكتابة ساعدتني جدا على الكلام ده، ان اطلع من اي مقارنة واني اركز في الدور نفسه. لان في الدور نفسه وانا بقرا الشخصيه، مش يعني ما تقدريش تقولي عليها صفه معينه، فيها صفات كتيره قوي زي ما بيقولوا مركبه معقده. هو بيعمل كده ليه؟ هل عن حب ولا عن سلطه ولا عن حب السلطه او حب المال او حب الثروه او ده تخطيط لمستقبل تاني، او هل ده فعلا بيحب البنت دي ولا ما بيحبهاش ولا واخدها سلمة، حاجات كده. طب هل هو بيكذب ولا لا؟ هو اول واحد بيصارح نفسه باللي هو بيعمله يعني. لا، وانت بتحير المشاهد الحقيقه لما الناس هتتابع انت، الناس كمان بتحتار معاك فيك انت شخصيا. الشخصيه كده بتخلينا يا ترى هو كده ولا مش كده ولا هيحصل ايه. الشخصيه كده حقيقه كمان مكتوبه جميله، مكتوبة جدا بعناية. وانا شايفه ان استاذ اسامه كمان كاتبها بتناول تاني غير ما شفنا العمده سليمان الغانم. يعني ده غير الاستاذ، في تناول تاني ده غير الاستاذ اسماعيل بقى اثناء التصوير بتبقى حاجه تانية. كان متحمس لك جدا وقال اني ما شفتش غير هشام سليم في هذا الدور. لما النقاد قالوا له ليه هشام سليم ابن الذوات عمده، يعني هو شايف انه هو شايفه كويس قوي في الدور. هو انا عاوز اقول حاجه، انا متهيألي ان بعد ما المسلسل خلص واتفرجنا عليه، انا ممكن اقول ان الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ هو الوحيد اللي كان شايف المسلسل بالشكل اللي هو طالع ده. كان عينه، هي عينه كويسه قوي. كان معانا ناس يمكن خبرتهم ما كانتش تقيلة قوي في المسلسل، فهو كان شايله كله على 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 كتافه. انت حقيقي. فاللي واضح او اللي انا شفته عمري ما كنت متخيله اثناء التصوير، إنه الوحيد اللي شايف كل الكلام ده الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ. لان في حته تصورها ومد فيها، انا ما كنتش فاهم ليه التطويل ده. اتاري ان هو عارف ان بعد كده هيبقى في مزيكا في اغنيه في الحته الفلانيه، فهو هايل في المنطقه وضع دي، الموسيقى ففعلا انه يعلي المشهد ازاي. بالزبط. طبعا مخرج يعني من ملوك اخراج. وهو متهيألي لو انا صح يمكن استاذ اسماعيل ما عملش حاجه او عمل اللي كان بيعمله من 20 سنه. خد بالك بعد 20 سنه نفسه عمده، ما هو عمده طبعا، نفسه يعني عمده قديم قوي طبعا. عمده قديم قوي ومش ممكن يرتب عمده. والاخلاق العمده موجوده يعني فيه، واللمة الناس والفطار والقعده ولبسه وطريقته في يعني هو يعني ما شاء الله عليه فعلا. هو عايش كمان، عامله معاك دور غدا ما شاء الله، عامله دور كويس قوي قوي قوي، وش حلو كده في الدراما، وعامله دورها كويس قوي جدا بصراحه، وطبيعيه طبيعيه جدا. وهي قوية، شخصية قوية جدا برضو، وده اللي عاجبه يعني مغلبها.
ما انا اللي عاجبني فيها انها عنيده زي امي مش اكتر ولا اقل بجد. وده كان مكتوب يعني انا بقول لبكري اخو ابن خالتي بقول له عنيده وقويه وبتفكرني بست اخواتها وفعلا لو تلاحظي الرجاله بيدوروا على ناس قريبين لامهم قريبين لشخصيه مامتهم والبنات بيدوروا على حاجه شخصيه ابوهم لان ده اللي شافوه في البيت. عموما هشام انت اصبحت كمان انت اساسا نجم ولكن شاشه رمضان بقت بتنتظرك كل سنه دلوقتي بعمل جديد يا رب وانت دايما موجود في الدراما الرمضانيه يا رب افضل موجود على طول ما شاء الله متنوع الادوار من اول اخر المشوار اماكن في القلب درب الطيب اعمال مختلفه الحقيقه أطلع. يعني انا سعيده بالتنوع انا كمان سعيد ان ليا الحظ ان يجي لي هذا الكلام ان مش ضروري ابقى اقعد مع حد اقول له عاوز اكتب مسلسل عشاني فده بتفرق كتير قوي متهيألي ان يبقى القصه مكتوبه عشان قصه وبعد كده نسكن فيها بقى الناس ده مهم جدا متهيألي عمدة حقيقي امير انت معانا في القصر وعايزاك بقى تدوق بقى معاك ده هايلة بس دي مهلبيه هي حاجه اسمها شاهد شراب الملوك هو ده مخصوص بقى بس ده مش شراب خالص ليند. ما هو حاجات بقى كده لازم تبقى صعبه يمكن كانوا بيموتوا منه لا 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 هناكل مع بعض شراب الملوك ونبدا نستقبل مكالمات مشاهدي القصر الجمال هنعزمكم كلكم دلوقتي اللي ما شافش جامع عمرو بن العاص تعالوا نتفرج عليه ونشوف التقرير ده وارجعوا لنا لو سمحتم منتظرينكم في القصر وامير القصر النهارده الفنان الجميل هشام سليم. على فكره معجب قوي بالقصر عايز يسميه قصر الامير سليم بقى ولا هشام سليم؟ لا صعب صعب هو زي ما هو كده بس انا ابقى اللي قاعد فيه ابقى قاعد عند الامير طاز عازمني. انا سعيده انك اول مره تيجي القصر جميل وفرصه ان انت جميل وانا مستغرب انه ان الاثار فعلا سمحوا لكم انكم تصوروا فيه سمحوا لنا انت هتقومه معانا ليه لازم ده كويس قوي ده بالعكس ده احنا بنروج للحاجات بتاعتنا دي تعاون جميل وتعاون حلو بيننا وبينهم وهم كمان باذلين مجهود في الترميم هو جميل ما هو الحاجات دي لازم تتشاف عشان كده تعرف انا سعيده ان الناس كمان بتشوفوا بره مصر ففرصه بيشوفوا الاماكن الطبيعيه دي طبعا خليني اعرفك برضو على خبايا القصر ايوه يا ريت خلاص زي ما انت شايف طباخ القصر شيف حسنين ازيك يا شيف ممكن تسال لو انت هنا هو بيعمل لك ايه النهارده مفيش برام رز بالحمام ولا حاجه عامل لك برام رز بالشعريه برام رز بالشعريه أيوة. والزفر مفيش لا الزفر ده عمده لازم تقول لي صعيدي يلا طاجن الباميه باللحمه خلاص وزي ما انت شايف رسام القصر خالد بيرسم لك صوره هتاخدها وانت مروح اهلا وسهلا يا رب تعجبك الصوره مساء النور اهلا وسهلا وهو كان محتار يرسمك في اي شخصيه ولا يرسمك هشام زي ما انت عايز هنشوف هيطلع ايه معاك زي ما انت عايز هيطلع اللي يجي في دماغك تشرب حاجه رومي ممكن يا رومي يا رومي الغلام ممكن تشربنا معاك النهارده تمر هندي ولا كركديه ولا انا اشرب كركديه لو عندك خلاص سيب لنا تمر هندي هنا بس ما تملهوش قوي بقى بس شويه صغيره ايوه كده طيب على بال ما هشام يدوق التمر هندي نشوف اول مشاهده في القصر ودايما زي ما انا قلت هشام سليم الواد التقيل الظاهر ليه معجبات مدام ليلى منورانا في القصر مدام ليلى الو مساء الخير يا مدام ليلى ازيك يا مدام شفكي ازاي كل سنه وانتي طيبه وانتوا طيبين وبالف صحه وسلامه ايه رايك في العمده يكاد يكون مفيش عمل ليه لما الاقي في عمل اعرف ان العمل ده كويس الله يخليك انا بوافقك في الحكايه دي يعني انه احيانا النجم بيرتبط العمل باسمه تعرفي اسم هشام سليم اذا انت امام عمل يعني جدير بالمشاهده فعلا يعني من ايام الرايه البيضاء ومرورا بقى لغايه اماكن في القلب ودرب الطيب كان رائع فيه طبعا يعني هو كان الحجاج ربنا يخليك هل في سؤال مدام ليلى عايزه تقوليه لامير القصر النهارده عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ويعني اقول له ان انت فعلا في القصر برنس وفي الحقيقه يعني راجل جنتلمان جدا واخلاق عاليه الله يخليك يا فندم يعني ولايقه عليه الواد التقيل ايه رايك يعني والله مش لايقه عليه والله ده الله يخليك يا ستي مدام ليلى نورتينا وتابعي بقى معانا كل سنه وانت طيبه كل سنه وانت طيبه طيب
هشام، خلينا نرجع كده شويه على السينما. انت بدات من زي ما قلنا من عمر الولد الجميل بتاع التنوره النهارده في امبراطوريه مين، وبعدين في عمر برده صغير قوي بالنسبه لك دخلت الى عالم يوسف شاهين بفيلم قوي قوي زي عوده الابن الضال. كلنا توقعنا ان انت هتكمل المشوار مع يوسف شاهين، ليه ما حصلش؟ يعني اللقاء التاني مع يوسف شاهين ما كانش يوسف شاهين قد ما كان تلميذه المخرج خالد يوسف. طبعا لا، لكن ما تكررش لقائك بيوسف شاهين. لان هو ما كانش عايزني في افلام، وانا ما اشتغلتش معاه في افلام بعد كده، ولكن كنا بنتقابل وكنا بنتكلم وكنا بنتناقش في حاجات كتير جدا، واختلفنا في شويه حاجات واتفقنا في شويه حاجات، وبرغم الاختلافات اللي بيننا على طول بنقابل بعض وبنحب بعض. لكن كنت تتمنى تعمل حاجه تانية في سن النضج بقى اللي انت فيه دلوقتي؟ لان في المرحله الاولانيه كنت انا كنت متخوف برضو ان ابقى زي اللي عمله مع يوسف شاهين كتير، وبعدين رجعوا ما لقوش نفس النجوميه اللي الناس اللي يوسف شاهين بيقدمها لهم. بالعكس الحقيقه، انت بدات في سن صغير قوي، بعدين حققت انت هشام سليم النجم بطريقته. اعتقد انت لو دخلت عالم يوسف شاهين في هذه المرحله مش هيبقى فيه اي تخوف عليك. والله انا سبحان الله الغريبه جدا قابلته اخيرا وقال لي يا ولد انت بقيت ممثل كويس قوي. والله فقلت له ميرسي يا استاذ يوسف، حاجه لذيذه جدا. ومين عارف يحصل ده برضو، يعني استاذ يوسف يعني ما حدش عارف، محارب جدا جدا للفن، ربنا يديله طول العمر يا رب والصحه يا رب. وممكن ده يحصل قوي يعني ان شاء الله. طيب خليني اقول لك مثلا، يعني انا كده وانا بفكر واحنا بنشتغل على حلقه هشام سليم رجعت انا ورا جدا لصالح بلاش سليم. جدا دي يعني شويه طيب. كنتش موجوده في الوقت ده بس لازم نرجع. صالح سليم دخل الى السينما قوي قوي، عمل فيلمين كان موجود وقتها، ثلاث افلام، عمل ثلاث افلام، عمل الباب المفتوح، السبع بنات، وسبع بنات. الثلاث افلام كان مين موجود على الساحه؟ بنتكلم على عمر الشريف، رشدي اباظه، شكري سرحان، احمد مظهر، يعني وناس كتير قوي يعني. وقدر ان هو الثلاث افلام يبقوا يعني بامضاء صالح سليم موجودين. يعني هو كان بيقول على الشموع السوداء احسن فيلم بالنسبه له، وهو ما حبش التمثيل نفسه، شغلانه. هي هو ما حب، هو دخل يعني طبعا كان رياضي مشهور جدا. أيوة. بس دخل الى التمثيل واثبت نفسه بشهرته طبعا الرياضيه، يعني اديته ده وشخصيه صالح سليم كمان دي استغله شخصيته كويس. بكتر قوته، ولكن قلبه طيب جدا. وده بان في الشموع السوداء، عشان كده الناس عجبها. هو في الفيلم ده شبهك قوي هشام في المرحله دي. انا اللي شبهه بقى يعني ده، يا ريت انت بس يديني شعره. انت دلوقتي تقدر ايه قاضي يا شفتي مش كده شويه برضه؟ طيب اوكي خلاص نغير الموضوع بقى، ده ممكن نحله تحت الهوا هقول لك. لا طيب اوكي. طيب بس يعني عايزه اهدي النفوس وقتها. يعني صالح سليم في وجود عمالقه زي دول كان موجود ومتالق، هشام في وجود عمالقه برضه بس الساحه كانت مفتوحه لك. هل صالح سليم كان اكثر حظا منك في الوقت ده بالنسبه لك في السينما؟ يعني كان لازم والله انا مش حاسبها كده، انا مش حاسب دي سينما ولا تلفزيون ولا مسرح ولا اذاعه ولا حاجه. انا بحب التمثيل كتمثيل. ما بدورش ان انا امثل في السينما عشان يقولوا عليا نجم سينمائي. ما انت نجم برضو. يعني انا بقول التمثيل هو التمثيل. بلاش نضحك على بعض وننفخ ناس ونوقع ناس على حسب اهوائنا، عشان انا مسؤول. انا معاك. التمثيل ما مش مسؤول والله خالص. ده ممثل هيمثل في السينما والمسرح والتلفزيون. كويس في السينما يكمل فيها. كويس في المسرح يكمل فيه، وحش في يقعد في البيت ويريحنا، يقعد في البيت ما يشتغلش. صح. الشغلانه دي، ده التقسيمات اللي بتحصل. انما الالقاب اللي احنا بيدوها لنا على الفاضي والمليان لغايه النهارده انا ما خدتش ولا لقب، الحمد محترين لله. محترين فيك على فكره يا الحمد شيء. لله. مش عارفين يقولوا نجم السينما ولا نجم التلفزيون. انا في رايي ان الالقاب دي هي اللي بتودينا في داهيه. صحيح. يعني بلاش بقى ندي القاب ونعامل بعض على قد ما احنا نستحق. باحترامنا اللي نستحقه، بشغلنا اللي بنقدمه، بحكم جيد او وحش علينا باحترام برضو. صح. يبقى في احترامات بيننا، ولكن دلوقتي هي المساله مساله انا بحبك، انا ناقد، انا اكتب في صفك، مش ضروري انت بتقدم ايه، بس العلاقات الشخصيه. خلينا نخرج العلاقات الشخصيه بره الشغل ونتكلم عن الشغل.
انا معاك، دي اهم حاجه. طب اقول لك حاجه تريحك اكتر، يا ريت. بلاش السؤال ده، تمام. ناخد واحد تاني. هشام سليم قدر بمجهوده هو الشخصي، مش مجهود طبعا اعمال اتقدمت، بس ممكن قوي انه ما كانش هشام يأديها بالشكل اللي يتحقق لها النجوميه دي. من يعني تركيزك من اخر المشوار، يعني انا بعتبر الكم العمل دول ورا بعض في تركيز. صحيح انت كنت متالق في ليالي الحلميه والرايه البيضاء، بس بدي عهد. انا بتكلم على هشام بقى كبطل مسؤول عن عمل. يعني انت في اخر المشوار العمل كان مسؤوليه، وكان معاك نجم كبير طبعا، فنان كمال الشناوي كنت انت معاه، بس برضو يعني كانت البطوله متساويه يعني الحمد لله. في اماكن في القلب كنت يعني عامل اعتقد نجاح يعني لم تشهده الدراما المصريه وقتها. ما هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه. درب الطيب كان مسلسل صعب جدا، ولكن انت اجدت فيه قوي بغض النظر لله. وصل لبعض الناس لم يصل، ولكن اعتقد انه كتب يعني بطريقه انا من رائعة احلى الحاجات اللي وانت عملتها. كنت يعني شارب قوي كنت العمل. حابب الشخصيه جدا، وهي الشخصيه كتبت حلوه قوي يعني قوي قوي، وهي من الحاجات اللي مش بتوصل للناس بسرعه، يعني عايزه تركيز شويه، هي عايزه تتابع فيها شويه. واخيرا انت كمان عملت دلوقتي المصراويه، ده تاريخ تلفزيوني جديد. انا شايفه ان ده ممكن يعيد لك، يعني لو كان في حاجه ضاعت في السينما ممكن دلوقتي هشام يعمل حاجه. شوفي حضرتك، انا مش حجري ورا السينما، انا بيتعرض عليا افلام وبيتعرض عليا شغل، ولكن ما زلنا في المشهد، في المشهدين، في الخمس مشاهد، في دور كويس، بس احنا عاوزين حد يقف مع فلان، مع ان بعد كده اسمي بيتكتب غلط وبيتحط في اخر واحد بس انت عارف انا مستغربه كلامك ليه، لانه انت من كام سنه ما كنتش بتهتم قوي بموضوع اسمك، وفي ناس كانت بتتضايق ان خالص. انت ما بتزعلش، لكن انا دلوقتي انت ده من حقك انك تتضايق. انا اللي بتضايق له ان مش للدرجه دي يا اخوان، يعني انا ما تهمني، انما ما تحطش في الاخر كل ما اعمل حاجه يعني والله ليك ليه حق. يعني صح. يعني وساعات يعني بتبقى انت معلش يعني أنا أسألي انت في فيلم سينمائي بتبقى انت الوجه الوحيد اللي احنا عارفينه. الاستاذ يعني نادر في مش اخر المشوار، في اماكن في القلب، اماكن في القلب، بيقول لي نكتب اسمك ازاي؟ قلت له اكتبه اخر واحد، مش هتفرق معاه، اللي هو بطل المسلسل، اللي هو بطل المسلسل مش هتفرق معاه. فظهر حد تاني خد الفكره دي وراح كاتب اسمه قبليه في هذا المسلسل. ماشي، ولكن النقاد وقتها قالوا له عيب اللي انت بتعمله ده حقيقي. فاهم قصدي؟ ووقتها عايز اقول لك ان الناس ادوك حقك وخدت جايزه مهرجان الاذاعه والتلفزيون. انا خدت حقك، ومحدش كان بيبص فين اسمك لانه عملك كان هو اللي ده بس أهم. انا معاك في السينما، ولكن دلوقتي بقى انه السوق ما ينفعش اسم هشام سليم في السينما يبقى نمره 3 ولا 4. ما تقبلش لا بصراحه انت. وانا هقول لحضرتك حاجه، انا قررت عاوزين يعملوا شغل سينما معايا، يعملوا زي ما بيقولوا البطوله وانا النجم الاوحد، ما دام السوق ماشي كده. صح، مش هشتغل. صدق انا مبسوطه قوي، لان احنا من كام سنه ما كانش عندك ان لا انا ما كنتش بفكر كده خالص. هشام اتغير، انا ما كنتش بفكر. طب انا غني بقى، لا احنا هغير الحوار دلوقتي حاجات تانية. انا مبسوطه جدا من سوق. ده بقى سوق. مع الاسف يعني بيقول لك والله شمري وخش الضرب مع الناس وده السوق. لا غلط، المفروض يبقى في قيم وفي مبادئ وفي معروف مين اللي نجم ومين اللي مش نجم. صدق ومين أنا اللي بيبتدي. انا سعيده جدا بالكلام اللي بتقوله، لان على فكره هشام كان متسامح جدا، وكنا ما كانش بيفرق معايا اسمه هنا بينزل يعمل شغل. امير، هو امير بجد، انت امير، وده اللي بيجرى في السوق وده اللي بيحصل، بس هنغيره. بتعلم، مش عيب ان انا يبقى عندي 50 سنه واقول انا بتعلم. انت كمان مع الاسف هيعلموني حاجات غلط، ده مش في صالحنا. اخلاق عيله سليم بقى لازم يعني ترجع تحافظ، يعني صالح سليم كان بيحافظ على نفسه الى اخر دقيقه. لو قدرت اعمل كده زي ابويا ده يبقى يعني حاجة جميلة. هو يعني قدم لنا نجم جميل. ربنا يخليك. ميرسي يا شيف. طب نهدي بقى شوية ونسمع غنى على اللي جرى ونشوف ايه اللي بيحصل ونكمل كلام. لا معانا شريف مطربنا في القصر، شريف هيغني على اللي جرى. برافو يا شريف. وبعدين الأغنية جاية على الجرح الحقيقة بالنسبة لي هشام. على اللي جرى، وشريف مكمل معانا لغاية الصحوة. احنا بنحبك على المستوى الفني قوي. ربنا يخليك. وانا بحب حضرتك على 35 مستوى، قسم كل مستوى فيهم ل 132 فرع. بجد انا بحب شياكتك جدا في لبسك. ربنا يخليك. بجد في كل الافلام والمسلسلات وفي كل حاجه. الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيب ومنور القصر. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. عندك عند السحور يا شريف. عند السحور ان شاء الله. ان شاء الله. نرجع نكمل كلامنا. ايوه. هشام سليم، يعني ناس دايما كانت تتخيل برضو يعني ابن صالح سليم يا هيبقى اهلاوي
طبعا انت اهلاوي. بس حي بقى بيلعب، ما سمعناش ابدا انت لعبت ولعبت فتره كرة. صغيره انا لعبت كوره في مدرسه النادي الاهلي تحت 12 سنه وما كملتش لان كان في مدرسه وانا ابويا ضيع مستقبله على الكوره، فمش ناوي ولاده اللي هو زي كل اب ولاده في المهنه مش عايزهم يخشوا المهنه دي على جثتي. وما فيش ولا خالد كمان لعب كوره ولا خالد يعني لعبنا لعبت انا في المدرسه على طول، لعبت في نادي الجزيره برضو في الفريق كوره يعني في ناس بيقولوا وفي ناس بيقولوا لا بس طبعا كنا بنلعب كوره كده لا بقى تمرين ولا اي حاجه، بس انا متهيألي كان ممكن نبقى كويسين بس يعني. عندك اللي هو دم يعني ماتش الاهلي يعني الواحد لما مثلا مش بيشوف الاهلي لا. ما عندكش اللي هو لا خالص يعني خالص، لان انا ابويا ما كانش كده انا ابويا كان بيلعب في النادي او مدير النادي مدير الكوره او رئيس مجلس الاداره، ما كانش متعصب كان للنادي. الاهلي لما يلعب وحش ويخسر يقول الاهلي وحش يعني ما فيهاش يعني، يمكن يكون ده كان سبب نجاح الاهلي. نشوف راي ايهاب معانا مشاهدنا الكريم. ايهاب في القصر، يا ايهاب السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا ايهاب. تحب تقول ايه الفنان هشام سليم؟ والله انا احب اقول للاستاذ هشام معلش بعد اذنك يعني في اي تمثيليه في اي عمل انت بتعمله حتى لو ما كتبوش اسمك خالص انت برضه هشام سليم. ربنا يخليك. بص الجمهور النهارده هيديك حقك جدا. ربنا يخليك. ليك حق. انا واخد حقي، ما انا بقول لك انا واخد حقي من الجمهور كويس قوي. ايوه صح. انت رايك ايه في الحديث اللي قلناه ده يا ايهاب؟ كنت سمعنا من شويه احنا بنتكلم على انه النجم قد ايه لما بيتعب وعلى فكره ده بيبقى تاريخ ومشوار وحقه يعني حقه المهني والفني ان يكتب اسمه بشكل لائق يعني تليق بتاريخه وبمجهوده. ما انا هقول لحضرتك ان الاستاذ هشام تاريخه كبير حقيقي وهو اللي بيأثر في الدور يعني هو اي دور بيعمله الاستاذ هشام بيأثر فيه فعلا. صح. ايه اكتر دور انت شفته لهشام سليم وتأثرت وصدقته بجد؟ هو أدواره كتير بس إيه أكتر دور؟ دور العمدة في المصروية لأن أنا صعيدي. صعيدي؟ عجبك فتح الله؟ دي شهادة حلوة قوي دي. بالظبط، لأن أنا صعيدي هو يعني عمل دور عمدة بالظبط. وفتح الله عجبك؟ طبعا. ومحتار معاه؟ طبعا جميل. على فكرة هو الأستاذ هشام أي دور بيعمله بيطلع فيه جميل جدا على فكرة يعني. ربنا يخليك يا سيدي. وصدقته وحسيت إن هو لايق في العمدة. نعم؟ حسيت ان هو لايق في العمده. هو عمده والله. هو عمده وامير النهارده. ايه رايك فيه النهارده وهو امير؟ ما انا بقول لحضرتك هو امير في القصر برضه. هو امير طبعا. الله يخليك. بس في ملحوظه انا عايز اقولها لك يا استاذ هشام. اتفضل. ان انا زملكاوي. والله انا مش عارف ليه الناس بتقول لي كده على طول، انا ما تفرقش معايا اهلاوي زملكاوي. يا اخوانا الاهلي ما ينفعش من غير الزمالك، والزمالك ما ينفعش من غير الاهلي. طبعا. دي شهادة جميلة. دي عايزة تسقيفة والله من الستاف اللي معانا هنا. يعني ده تاريخ يا اخوانا. ده تاريخ حقيقي. ده تاريخ. عموما يا استاذ هشام احنا بنحبك جدا ويا ريت يا ريت يبقى ليك وجود اكتر من كده في العمل الفني. ربنا يسهل ان شاء الله. كله على الله. المهم ان انا اكون عند حسن ظنكم يعني طبعا. لما انقي حاجة انقي حاجة تعجبكم. يا ريت. بس فارجو ان ربنا يديني الفرصه دي على طول واقدم لكم حاجه كويسه يا رب ان شاء الله يا استاذ. شكرا. شكرا يا ايهاب ونورتنا وتابع معانا. شكرا. كلام الناس برضو بيبقى جميل لما تسمع جداً. رد فعلهم وده رد فعل حقيقي جداً. يعني الناس تبذل مجهود طيب نرجع تاني. صعيدي وعجبه العمده وعجبه العمده وعجبه فتح الله ومصدقك الحمد لله ودي حقيقه يعني. الحمد لله. نرجع تاني على منطقه الاهلي. انت الاهلي في دمك بتحبه بس مش لدرجة يعني النهاردة انت مثلا مش حريص في ماتش الاهلي تموت نفسك وتتابع ومفيش الحكاية دي. لا ابقى مشغول. مشغول عايز تعرف عندي النتيجة. عندي ابقى عملوا ايه مش عارف حاجات كده. انما ما بنفعلش زيادة لو خسر. طب لعبه كويس لا يبقى استحقه خلاص. مفيش. هل الاهتمام كان كتير في وقت وجود كابتن صالح سليم وقل بعد رحيل كابتن صالح سليم؟ لا أنا هو نفس الاهتمام. انا الاهتمام كان موجود لان انا كنت في سن اقل ما كانش عندي شغل. وبعدين كان في بقى فرقه لازم تتفرجي عليها اللي هو اللي بيسموهم فرقه التلامذه اللي والدي وكذا حد في النادي الاهلي كان عاملها متهيألي كان عبده صالح الوحش برضو واحد منهم يعني مش فاكر بالظبط مين يعني ولكن كانوا عملوا فرقه اللي هي محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر الشيخ طاهر جه في الاخر يمكن فتحي مبروك اكرامي كل الجيل ده دول كنا بنروح الماتش عشان عارفين ان الاهلي هيكسب 2-3-4 يعني وفعلا خدوا الدوري 9 سنين اروح الاستاد كنت ما بفوتش ماتش بجد واقعد في الاستاد وكنت اروح ساعات مع عربيه اللعيبه
يعني كان ابويا يقول لي المنطقه دي الناس ما يعرفوش عنها روحي كتير. روحي استاذن من الاستاذ محمود الجوهري، الكابتن محمود الجوهري، لو تقدر تركب معاهم. ده كابتن صالح سليم يقول لك روح استاذن. كان يقول لي روح استاذن من الاستاذ محمود الجوهري من كابتن محمود. وكنت فعلا اروح له اقول له كابتن جوهري ممكن اجي معاكم النهارده، يقول لي اركب يا ابني اركب. واروح معاهم وارجع معاهم، كسبوا وخسروا انا في نفس المود معاهم. وتقعد تحت كنت في الماتش ولا لا؟ فوق كنا نقعد فوق. بتقعد فوق. بس لما يخلصوا انزل معاهم، لان ابويا كان محرج عليا ان انا اقعد تحت عشان مش المفروض حد يقعد في دي فرمانات جامده جدا يعني. هو كان عنده نظام كده، وهو بالنسبه له كان ملعب الكوره له احترامه زي البيت. ملعب الكوره ده مش المفروض حد اي حد يخشه، حاجة المفروض مقدسة. يبقى لعيبه وحكام مش اكتر من كده. يعني كان بيشوفك ازاي كممثل يا هشام؟ يعني ما كناش بنعرف برضو رايه، كان شايفك هو ازاي؟ هو عمره ما كان بي 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 بيتكلم كتير. لو حاجه مش عاجباه يقول لي. انت مفكرني بيه وهو قاعد كده في الشموع السوداء على الكرسي وما بيتكلمش كتير. هو كده. هو كده حتى في 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 طبيعته قليل الكلام. قليل الكلام، بس لما يقول حاجه بيبقى لها معنى. يعني يعني مش هيقولها عشان يقول كلامه بس، بيقولها لك عشان تفهمي حاجه. ده بالنسبه لي انا، طبعا مع اصحابه حاجه تانية. يعني مثلا قول لي كده، علق عليك في ايه؟ في اي اعمال؟ لا في اعمال مثلا لو مش حاجه مش عاجباه يقول لي انا شفت لك حاجه في التلفزيون جات اليومين اللي فاتوا فضحتنا، ده بالكتير قوي. خلاص كده هو قال لك. يا بعد كده بقى لما اطمن بقى، هو كان رافض ان انا اشتغل في السينما اصلا لان مش مضمونه، وانت ايه اللي هتعمله، وانا اشتغلت الشغلانه دي قبل كده وعارف مشاكلها. فبلاش وبتاع وكلام. وكان بيسال بقى من ورايا اصحابه اللي هم صلاح السعداني، عمر عبد العزيز، يطمن عليك يعني الناس اللي ده موجوده. الولد ده هيمشي هيبقى ايه؟ كويس مش كويس؟ اقول له اكمل؟ اقول له يبطل احسن؟ كلام من. وبعدين في الاخر بقى لما ابتديت اتعرف وابتديت شغلي كويس والناس تقول له عمل حاجه كويسه وبتاع وكلام من ده، كان يقول لي مثلا وانا نازل يقول لي لو احتجت مني حاجه في اي مشكله في التمثيل ابقى كلمني، اقول لي اقول لي وانا اقول لك هقول لك تتصرف ازاي تعمل فيها ايه. بس بعد بقى يعني فترات انت عملت حاجات كتير في وجوده بقى من الحلميه وما بعدها، الفترات دي كان شايف ان انت خلاص المساله استقرت بالنسبه لك؟ هو شاف، ما دام شاف ان انا بشتغل وابتديت ابقى مطلوب والناس مبسوطه اطمن عليك. يبقى خلاص ده خد طريقه وخد سكته. وانا كنت مش موافقه، دلوقتي يلا يا ابني دي سكتك انت اخترتها وخلاص. دي حقيقه. فده كان كويس قوي. اقول لك على حاجه سمعتها من يومين كده ومعرفش اثرت فيا جدا. كان حوار للاستاذ عماد الدين اديب، اعتقد كان مع الزميل محمود سعد، وكان بيساله عن رحيل طبعا السيناريست الكبير عبد الحي اديب. حقيقة أستاذ عماد قال كلمة يمكن أثرت فيها أنا كمان، لأن بابايا متوفي بقى له 10 سنين. يعني أثرت لما قال له أنت لسه متأثر بالوفاة؟ قال له أنا حاسس باليتم. طبعا أنت لسه متأثر بنفس لا أنا لا أنا لا أنا فاتت 5 سنين. بس أنا لسه متأثر في حاجة واحدة بس. لما عاوز زي ما بتقولي عاوز أشوفه. يعني أنا ساعات أبقى حاسس أنا مش عاوز منه حاجة، أنا عايز بس أشوفه. ابقى حاسس انه موجود. لحظه كلنا بنمر بيها. كلنا ده اكيد. ومش هتروح. لا وتفضل تقول ايه ده يعني مش هيجي؟ لا نفسي اشوفه. لا مش للدرجه دي. هو وقتها انك يا ريته كان موجود. فاهمه قصدي؟ يعني مش اكتر ولا اقل. اقول لك يا ريته كان موجود في السنين الخمس سنين دول اللي رحل فيهم صالح سليم، هشام تبوأ مكانه جديده في حياته الفنيه. والله سبحان الله. بس لما تيجي تفكري فيها يا شافكي، طب يمكن ربنا ما كانش رايد له انه يشوفني كده. يمكن لو كان فضل طول الوقت ده انا ما كنتش حصل لي الكلام ده. الدنيا فيها كتير. حاجات غريبه جدا ومتغيرات كتيره جدا. انك ما تعرفيش زي ما بنقول الخير فين. ايه كويس؟ ايه الوحش؟ بس عارف اللي باقي لك ايه يا هشام؟ اخلاق صالح سليم. يعني انا عجبتني جدا في بعض الناس اللي يعني في ناس كده كانت انتقدت اشياء في الاهلي وذكر اسم صالح سليم، وانت رديت عليهم بمنتهى التهذيب وتفهمت الموقف، وكان في كده اخلاق كابتن صالح سليم ما عرف يربي اولاده. ما تدخلوش راجل ميت في مشاكل. حصل اللي حصل، انتهينا. الراجل اعتذر وقلنا خلاص. يعني كان ممكن واحد مكانك يقوم ويرفع قضايا ويتحمس، ولكن يمكن ده لو انا عايز اعمل مشكله وعاوز اكبر الموضوع وعايز ابقى اخد وضع مش المفروض يحصل. لان المفروض يبقى بيننا وبين بعض برضو تقدير، محبه،
الفكره بتبعد عن كده بكتير قوي، مش حقيقة. علاقه شخص وشخص دي كانت علاقه اياميها بالنادي ونادي مظبوط. اه فليه ندخل فيها فليه أخص. نكبر الموضوع على كلام بس الناس كانت معجبه بتصرفك وباخلاقك الرفيعه وانا متاكد ان الغلطه اللي حصلت دي للموقف اللي كان هو فيه وقتها. اه مظبوط. وانت قدرت من كده قدرت آه. انت رجعت وقلت انه صالح سليم رباكوا للجيل اللي فات الجيل الماضي يعني انتوا مش نافعين في الجيل ده كده. لا احنا نافعين. هتبقى صعب عليكم الحياه. احنا نافعين يعني. بس صعب. اه انا هقول لك بصراحه صعب. لان النهارده الواضح الصريح اللي بيقول يعني كان بيربيكم لورا للجيل اللي مش بتاعكم المتسامح يقول عليه عبيط مش واخد حقه، ده الكلمتين وهيسكت، ده بيطلع يطلع وينزل على فشوش. كل الكلام ده بيتقال. احنا اتغيرنا مفيش شك. المصري مع المصري اتغير صح. الشارع اتغير. احنا لازم نبتدي ناخد بالنا، لان احنا انا في رايي احنا رايحين في سكه وحشه قوي قوي. بس انت اتغيرت يا هشام يعني كبرت. اخيرا بدات كمان كبرت. تاخد حقك بقى علشان ما حدش يقول اي حاجه. الحمد لله الحمد لله. يعني الواحد لازم برضو ما لازم توزني المسائل يا شيخ. ده حقيقي. لو انا بقدر نفسي بطريقه ما اديش الحق على الاقل للناس الثانيه تخفز بيا الارض. لا قدرني على قد ما انا بقدر يقدر. نفسي انت القصر والعساكر والناس دي انت الامير الحرس وبتاع محدش يقدر. كلنا معاك. حد يقدر يا رب. انا بعد كده يا جماعه لو شفنا هشام سليم كل الناس دي هتبقى معاك. يا ربنا يخليك. كل فريق القصر معاك يعني. كابتن صالح سليم ده كان فنان جميل ورياضي جميل وسيره تحترم ورمز مصري. ربنا يخليك. جميل. الناس الحقيقه بتبقى مبسوطه بذكر اسمه يعني. الحمد لله يا رب. صحيح كل شيء انقضى وراح، ولكن تبقى التربيه والاخلاق نسمع حاجه من فيلم الشموع السوداء. يا ريت. هتسمعنا بقى مين؟ أنغام، صوت جميل من أصوات الأوبرا اللي بينضموا هنا للقصر. تمام. وهيغنوا لنا أنغام جايالك برضو من الزمن الماضي. صوت جميل من الأوبرا. ممكن أسلم عليكي تاني؟ طب. ميرسي. فكرتنا بنجات والله وهي بتغني. هنكمل برضو مع أنغام تاني بعد شوية إن شاء الله. إيه رأيك في أجواء القصر؟ جميل. مش كده؟ ده حاجة فعلا عشت القصر المملوكي بقى بجد. وانت سهل تبقى أمير زي ما اتفقنا. والله ممكن أتقمص الشخصية على طول. على طول. دلوقتي تدي أوردر لحسني بما أنه هو عقب يعني مرجانة، وعلى فكرة بتحبك قوي ومن مشاهدينك، بس يبدو الغيرة بقى أنت عارف. يجي بقى يشيل الكوبايات دي. حسني أنا عايز أعذبه النهاردة. أنت فين يا حسني؟ قالوا لك تشيل الكوبايات المليانه يا حسني. الاوردر جالك ايه؟ ثروت قال لك ايه؟ قال لك شيل كل حاجه كده. احنا عمونا هننزل في عمرك. انا هشوف مع كبير الخدم بعد كده اشوف ايه الحكايه معاك. بالظبط. وتيجي اسمها ايه؟ مرجانه. مرجانه تيجي بكره. اوردر. اوردر. طيب خليني ارجع اكلمك برضو. كلمنا هشام مشوارك خلاص بقى واضح للناس، والناس على رأيك كل الكلام اللي بتقوله الناس على فكرة بتصدق النجم وبتتابعه وبتشوف. مفيش حاجة بقت بتغيب على الناس من كتر الفضائيات من كتر الحوارات. الناس بقت عارفة كل واحد مكانته فين. تمام. لكن نرجع مثلا نلاقي هشام سليم، انت قدمت أعمال كتير. خليني الأول أبدأ لك من منطقة الاختلافات وبعدين نرصد الأعمال. ألاقي هشام مثلا بيقدم فيلم مع يسرى زي فيلم العاصفة، بعدين هشام في مسلسل او اكتر من عمل تاني مع الفنانه يسرى. طبعا اي نجم يتمنى يشتغل مع الفنانه يسرى، فنانه جميله رمز من رموز الفن المصري، واي حد يحب يشتغل معاها. ولكن مع ذلك برضو قيل انه هشام بيجامل يسرى او يسرى بتجامل هشام. كان في منطقه كلام كده يعني احب اسمع رايك فيها. الراي اللي هو احنا شاطرين. احنا عشان نطلع كلام ونكتب كلام ونبيع جرايد ونقول صور ونقول رأينا في الناس بطريقة غير بيعملوا الكلام ده، وخصوصا انه حتى قبل العلاقة الأسرية انت هشام سليم وهي يسرى. ده حاجة. يعني انتوا الاثنين موجودين. الحاجة التانية انا اشتغلت معاها لا تسألني من انا قبل كده. ما قالوش ليه. يعني كان لسه كلام بقى ما دخلتش العيلة. ما احنا اللي بقوله خلينا لما نتخانق نتخانق على كلام بيسوى. بلاش نتخانق على كلام ما يسواش. احنا بتدخلونا بنخش في حتت ما يعني تسواش الكلام. كان في منطقه المسلسل اللقاء الثاني انه هشام جامل يسرى في الدور ده. هل ممكن هشام يجامل يسرى او غير او اي حد ثاني؟ وفي ناس قالوا لك هشام ما هي يسرى هي اللي بتشغله. يسرى بتجامل هشام.
هنقول له هروح اكلمه اقول له لا يا سيدي انا ما بتجاملنيش، ولا هي تكلمه تقول له يا لا يا سيدي انا ما بجاملوش. وانت مش محتاج ده ولا يعني هي النتيجه محتاجة. النتيجه كانت ايه؟ كان باين فيها مجامله؟ لا، كان ده مش عامل شغلي كويس، عامله شغلها كويس، انتوا عاوزين ايه؟ وانت كمان فنان، وعشان كده انا ما بردش على الكلام، بتستمتع بالعمل معاها، لان يسرى فنانه طبعاً. اي نجم يستمتع بانه يعمل اي نجم يحب يشتغل مع يسرى، حقيقي حقيقي. بس انما انا ما بطلعش اقول الكلام ده كمان، عشان لما لو قلته هيقول لك اه طبعا ما هو اخوه متجوزها فعشان كده هو بيقول، وعشان لو كلمت هي عليا كويس هيقول لك اه عشان هي بتقول. فبندخل روحنا في حاجات. طيب ده ما حصلش مثلا مع شريهان؟ لا يعني ازاي حصل؟ حصل برضه؟ امال ايه حصل؟ ما كنتش انا وقتها حصل مع شريهان وحصل مع ليلى علوي وحصل. طب استنى انت هتقول لي السكريبت بتاعي. ما انا بقول لك كله اهو. حصل مع شريهان ومع ليلى برضه؟ اه، وقبل كده قبل ما اشتغل مع اي حد، ان انا اشتغلت في الوسط الفني ده غصبا من ابويا على الناس المسؤول. ده هشام قرر ان يتكلم هذه الليله. مش بتكلم، ده الواقع اللي انا عايش فيه يا شفكي من ساعه ما ابتديت. انا وبقولها لك، ودي يعني كنت يمكن اول مره انا في حاجه في اوقات كتير قوي بقول طب ما نسيب الشغلانه دي احسن. ما انت سبتها شويه، سبتها بمزاجك، كنت بتفكر قعدت في الغردقه شويه. مش بمزاجي، كنت عايز تعمل مشروع. هو تاني، هو وقتها ما كانش فيه شغل خالص. انا قعدت في البيت كده، قعدت في البيت سنه ونص ما عنديش مشهد اعمله. فقلت لا، طب افرض انا وكانت مراتي حامل وهتخلف، طب وبعدين لا ابتدي ادور على اي حاجه عشان لو حصل لي ده كمان سنتين ثلاثه ما بقاش في نفس الحوسه. فروحت الغردقه، فروحت الغردقه سياحي. جبت لا مشروع ولا حاجه، ده مطعم. قال لك مشاريع سياحيه وبيتكبر على السينما والمسرح. برضو ليه يعني؟ ليه الناس تحب تأذي من غير اي حاجه؟ يعني انت مش شخص مستفز لاي حد، يعني انت اخلاقك معروفه. لا انا ناس كتير قوي بيستفزوا من شكلي. ليه؟ ما اعرفش، ارستقراطي، فاكر نفسه حاجه، هو متعنطص ليه؟ وابويا كان فيه كده، واخويا فيه كده، احنا شكلنا كده. بس تعرفه عشرته، لا يبقى ما تعرفوش. يعني سببت لك دي، مسببه لك مشكله حتى الان؟ مش مشكله، يعني الديو اللي انت عملته، انت عملت مع شريهان اكتر، بستغرب، من مع ليلى اكتر من عام. انا بستغرب يعني الناس اللي بتكتب وتروج للكلام ده ما عندهاش حاجه احسن تقولها؟ ما عندهاش حاجه ليها معنى اكتر من كده تقولها؟ بس النبره اتغيرت في الخمس سنين اللي فاتت بالنسبه لهشام، يعني والله انا مش شايف اخيرا انه انت ثبت الناس ما بتتكلمش في الحاجات دي، بتتكلم في اعمالك. ما انا شغلي طول عمري بتكلم في شغلي، انا ما عنديش حاجه في دنيتي دي خالص خالص يا شفكي غير شغلي. يمكن هم وقتها كانوا متصورين ان هشام سليم زي ما انا قلت ابن الزوات مش محتاج الشغل. ما ده اتقالت لي، صالح سليم يعني اتقالت لي يشتغل ما يشتغلش. قالت لي، قالت لي انت جاي تعمل ايه هنا؟ انت محتاجها؟ قلت لهم هو الفن بقى احتياج دلوقتي؟ لما اقول انا الكلام ده يا شفكي زمان اتقال عليا متعنطز وفاكر نفسه ايه، وهو هيغير الكون، وهو فاكر طب ليه؟ وكرهت وبقى ده الوحش. بس انت محبوب في الوسط الفني. انا محبوب الحمد لله من زمايلي، ومحبوب من الناس كويس قوي. انما في، انا بتكلم عن الصحافة وبتكلم عن ناس مسؤولة كتير قوي. مش من صالحهم ان انا اطلع فيطلع على التلفزيون يقول هشام سليم ده مش ممثل كذا. في حد قال كده؟ في الاستاذ ممدوح الليسي. قال هشام سليم مش ده مش ده م... ده ده نجم تلفزيون. صنفني الاستاذ ممدوح الليسي في يوم وليله في لحظه ان انا ممثل تلفزيون. ما حاولتش طب يا استاذ ممدوح انت ما فكرتش انك يوم ما جبتني اعمل فيلم في التلفزيون كنت جايبني من السينما واديتني بطوله سينما؟ كان فيلم ايه عشان فكرني؟ كان فيلم مع الاستاذ ناجي انجلو، من فضلك واحسانك، متهيألي لو انا صح. هو ده اللي انا فاكره. ففي اوقات في ظروف. هل الاستاذ ممدوح قال الكلام ده الايام دي لانه شكل السينما اتغيرت؟ قالها من اربع سنين او ثلاث سنين، وانا قلت من يوميها انا مش هشتغل في السينما تاني، وفعلا ما اشتغلتش في السينما تاني. قال هشام مش نجم سينمائي. بس انت حتى لو حد قال كده انت مش مفروض تسمع للكلام. انا ما انا بقول لك انا مش ما يهمنيش نجم سينمائي ولا نجم ايه. انت هتضحك على مين؟ هتضحك عليا؟ ما هو التمثيل تمثيل. همثل في السينما يعني حتى اذا كان ده رايي مثلا استاذ ممدوح الليسي في هشام سليم، ما اعتقدش ان ده رايه الشخصي. اذا كان رايي
ما هو رأي ما حدش قال. انت محدش ازاي يقول يخلي رأي زي ده يخليك ما تشتغلش؟ يقول رأيه يجي يقوله لي انا مش هزعل. هو قاله في، انما لما تكتبه هو كتبه في لما في انا اكلمك حطيت لي اخر اسم انا واكلمه يقول لي معلش اصل احنا لازم ناخد بالنا من الصغيرين. ده فيلم، في فيلم، فيلم ايه ده؟ كان فيلم الاستاذ خالد يوسف، مش فاكر اسمه ايه. عرفته، احلام عمرنا. لا لا، انت عمري، انت عمري اعتقد اللي كان فيه نيلي وهاني سلامه. لا انت عمري، لا كان يمكن انت عمري. يمكن عايز اقول لكم والله ما انا فاكر. احنا الاثنين زهايمر. انا زهايمر خالص. الاسماء بغض النظر عن الفيلم، بس اسمك كان مكتوب، يعني ده سبب واحد. ان هو فكلمته قلت له يا استاذ، كلمت خالد يوسف الاول، قال لي والله ده هم اللي غيروه، انا كنت عامل تتر تاني، افيش تاني. فكلمت الاستاذ ممدوح قلت له ليه يا استاذ ممدوح؟ قال لي احنا لازم نهتم بالبنات الصغيره، ان هو عايز يصعد يعني الابطال اللي موجودين. فقلت له وتسيب الناس الكبيره؟ طب والنبي انا في اجتماع. حاضر يا سيدي، انت في اجتماع، حاضر. ماشي يا فندم. فخدت موقف في الجرايد، قلت ما ينفعش الكلام ده. فرد عليا بهذا الاسلوب، انت ما تنفعش، انت اصلا كذا. ليه يا عم؟ ده انت بتطلع غيري في يوم وليله. ايه انا وحش في ايه يعني؟ كارهني ليه؟ في ايه يعني؟ ده اللي انا ما بفهموش. وبعدين ده راجل في سلطه. طب يعني انت بتفهم ايه يعني؟ تفهم الناس انك ما زلت اراؤوش في السينما دلوقتي زي ما كنت في التلفزيون؟ الزمن اختلف. انا كان نفسي لو كان يبقى في اتصال باستاذ ممدوح الليسي. يا ريت والله، يا ريت. لو عرفنا يا جماعه نعمل اتصال على الهواء باستاذ ممدوح الليسي، يا ريت. لان انا بقابله دلوقتي في النقابه والحاجات دي وبنسلم على الكلام ده، وهشام يسمع. لا الموضوع ده انتهى من زمان، احنا بنقابل بعض ونسلم على بعض وكل بعض. حاجه والدنيا كويسه وكلنا ونسينا هذا الموضوع. لأن بس انت لو هو عنده انت رد عملت في، انا احب اسمع رده دلوقتي. عايزين نسمع رده لو بسنت، يا ريت بسنت تحاول لنا اتصال مع استاذ ممدوح الليسي كده على الهواء، لو امكن. نحب نسمع رده على الهواء، او هو يكون سمعنا من خلال القصر. هيبقى هشام عايز يستريح في النقطه دي. واعتقد ان هو كريم وممكن يكون سمعنا ويحاول الاتصال بينا. يا ريت يا استاذ ممدوح. طيب يا ريت نطلع رقم تليفونات على الهواء علشان لو حد عايز يوصل لنا على الهواء او نعمل اتصال بيه. طيب عايز اقفل النقطه دي، بس عايز اقول لك ان انت عملت سليم البدري في عهد مكان استاذ ممدوح رئيس قطاع الانتاج، كان الاستاذ يوسف عثمان اللي جايبني في الاول، وبعدين استاذ ممدوح. انا مش عارفه هدي خالص. وبعدين لا انا بقول لك الوقائع. انا مش انا اصل استاذ ممدوح حتى لو قال كده مش هيأثر فيا، مش هيأثر في شغلي. بس ده زعلك، لان اللي ده عايزني يعني. اللي عايزني هيجيبني. مش هو اللي انت ده مزعلك، ده انما ضايق. يا استاذ ممدوح انت راجل مسؤول، ازاي تطلع تقول كلام زي ده؟ من يديله ال 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 ال, ال الـ 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 القوة أو الحق إنه يطلع يقول لك ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا؟ بقى هو رأيه هيمشي على 60-70 مليون؟ طيب أنا أضمن لك إنه إن إحنا نحاول لحد نهاية البرنامج، يا ريت يكون في اتصال. مش هيتكلم أستاذ ممدوح. أستاذ ممدوح مش هيتكلم. لا ليه؟ بالعكس، الأمير بيقول عنده إحساس بكده. لا لا إن شاء الله هيقول لك أيامينا ما كانش فيه تليفونات. هنحاول نعمل اتصال باستاذ ممدوح الليسي ونريح الامير بتاعنا النهارده لو سمحتوا، لانه اكيد عنده حاجه. مفيش بتاعه هوا. طيب. بتاعه الهوا. عايز حاجه تهوي هوا. لا حسني، عايزين حاجه تهوي لل لو سمحت، عشان باشا. انا عايز حاجه، لانه عايز حاجه تهوي. وممكن نسمعك حاجه تحت هديتنا لماجده الرومي. ماجده الرومي برضو من الاشياء اللي كانت متوقعه، الناس كانت بتحسدك على ماجده الرومي في عوده الابن الضال، يعني طبعا. انه طيب هشام لسه طالع وماجده الرومي بصوتها الملائكي ده ما شاء الله لسه موجوده. ما حصلش ابدا انه التقيتوا او فكره انكم تعملوا عمل مع بعض؟ لا والله يا خالص، انا ساعات كان معايا وقتها نمره تليفونها في لبنان، فكنت ساعات اتصل بيها لما تيجي هنا، كنت مثلا ابعت لها ورد، لما اروح لبنان تبعت لي ورد، حاجات كده. ولكن عمرنا ما قعدنا ولا اتكلمنا في المسائل دي خالص. الفتره دي كلها خالص. السنين دي اعتقد كلها. ان انتوا ممكن تعملوا حاجه، انتوا الاثنين نضجتوا والله. يا ريت لو في مرحله نضوج جميله، ويا ريت هي تقبل كمان، لانها هي بعيده جدا عن التمثيل دلوقتي، هي بس الغنى. فلو قبلت وفي حاجه كويسه يا ريت طبعا، يا ريت.
كنت وقتها شريطها ده كان الالبوم اللي غنت فيه. لا ده انا حافظ الاغاني لغايه النهارده. طب حافظ. طب المايك بقى. لا لا اغني. لا مش هغني. ليه؟ عشان ما ينفعش يعني نغني ندندن حاجه دي هتكرهني طول عمري. لا بعد ده كده يمكن تكون هي دي. لا ممكن اقول لك الكلام يعني. طب نقول الكلام. طيب اقول لك الكلام. كلام ايه؟ هنستأذن ان احنا نستأذنك بس هناخد المايك احتياطي لحاجات تانية. خلاص عشان في البرنامج ده كله مفاجآت. حاضر. حاضر. يلا. حبيبي سكر مر طعم الهوى فرق ما بيننا البيت ما عدناش سوا بيننا البين ما عدناش سوا. حرام حرام عليك يا عذاب نبقى كده اغراب. اغراب ده العمر والله. عايز يختمك باي طريقه. تمام. من غير هوا من غير دواء وارجع واقول لسه الطيور بتفن والنحلايات بتطن والطفل ضحك ويرن مع إن مش كل البشر فرحه. هي بقى تكمل. طب ادي اللي كان وادي القدر وادي المصير نودع الماضي وحلمه الكبير نودع الاحزان نودع الافراح راح اللي راح ما عادش فاضل كتير. ايه العمل في الوقت ده يا صديق غير اننا عند افتراق الطريق نبص قدامنا على شمس احلامنا تلقاها بتشق السحاب الغميم وارجع واقول. طب فاكر كمان في اغنيه ايه عن اسع و باي 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 يا احلى ايام نقول. حياتنا باي باي يا اغلى ذكرياتنا فتناكي بخير يا وش الخير دي ممكن ندندنها. ما بعرفش والله. لا اللي هي وخلاص بنقول باي باي على طول يا مدرستنا يا حبيبتنا باي 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 ده انا اللي هغني يا شبابيك. هغني كده حضرتك الضيف براها ومش عارف ايه ما مزازيج نلاقيها ودينا طوعناها وانت يا دي الملعب وانت يا دي التوتة كانت حدوتة وخلاص توتة وخلاص بنقول باي باي على طول. الزهر انا اللي كنت بمثل معاك ده الرومي. لا انا صوتي حرام عليك يا شفتي. لا والله يعني صوتي ده عايز اقول لك وحيصوموا كل لا هيصوموا ده دلوقتي كل الناس بتغني. لا احنا مش انا مش انا كل الناس بتأدي هم يأدوا. طب انت ما بتغنيش خالص كنت وانت بتدندل كده. وانا صغير كنت بغني في المدرسه وكنت في حفلات المدرسه على طول لكن اول ما ابتديت اكبر صوتي ما جابش بقى خلاص. فاكر كنت بتقول ايه ولا حاجه؟ لا افتكر تواجن تومبور سون ريفوني دو غير. طب قولها بقى عشان يقولوا ابن الزوج. تومبور سون ريفوني دو غير تواجن تومبور سون ريفوني دو غير ري ايران رون با تابلون سون ريفوني دو غير لا في دو روا ايتي تا سا فنتر لا في دو روا ايتي تا سا فنتر ري ايران رون با تابلون. سومو بقى سومو. طبعا عايز اقول لكم انه امير القصر حقيقي لازم يبقى عنده مشاكل انه خريج الجزويت. انا مش ما عنديش مشكله. الناس كلها اللي عندها مشكله بتعاملني اكني من خارج هذا لا لا هذا لا العالم لا يعني مفيش الكلام ده. احنا بس احنا على مستوى القاعده على مستوى القاعده الليله دي بقى ولا ايه؟ ممكن تسيبه بقى نرجع له في حاجه عربي برضو علشان العمده لو سمحتي يا حضره العمده. بص جايب لك ميه. يا سلام. حضرتك هتاخد الميه. ايوه وانا هطلب طيب احنا اتصلنا فعلا باستاذ ممدوح الليسي. أيوة. بقول لك يا ريت. ورد استاذ ممدوح الليسي ان هو نفسه يكلمك بس هو على الهوا دلوقتي في احدى البرامج التلفزيونيه. خلاص يبقى احنا تحت امره. احنا منتظرين برضو اذا انتهى قبل وقت انتهاء برنامجنا هنحاول. طب ايه رايك احنا نكلمه في البرنامج بتاعه هشام مصطفى. احنا نكلمه في البرنامج اللي هو موجود فيه. ان شاء الله هنوصل لحاجه. لا مفيش مشكله يعني ان احنا يعني يكون في جو حلو جو القصر جو جميل وان شاء الله. هو جو جميل الحمد لله. طيب خلينا ناخدك وانت تشوف قد ايه الناس بتحبك. انت الناس كلمتك النهارده تعال شوف الناس في الشارع. عمرك نزلت بكاميرا وسمعت الناس قالوا ايه عليك؟ لا عمري طيب. ما بعمل كده. انا عايز اقول لحضرتك حاجه ان انا لما حد بيدهني في الشارع بتكسف ابص له. يعني انت يعني انا زي زيك ما يعني بتندهني ليه يعني فما بحب يعني بتبقى محرج ببقى محرج. احنا في القصر بس الكاميرا الشقيه بتاعتنا بتجوب يعني احياء القاهره وبالكاميرا رحنا نسال الناس. ربنا يستر. تحبوا ايه لهشام؟ عايزين تقولوا له ايه؟ قولوا واكتبوا وهشام بيسمع وهيرد على كل اللي هتقولوه مع جائزه الجمهور لأمير القصر فنان الجميل هشام سليم والعمدة فتح الله. هناخد يا جميل يا جميل عهدي بيدلعك النهاردة. تعالى نعيش في الخيال بقى بما ان احنا في حالة كده
بنتكلم براحتنا النهارده. تمام. هنعمل معاك فقره لطيفه جدا احنا بنسميها ديوان القصر. ديوان وطالما القصر. انك في القصر يا سيدي فمن نعم. حقك علينا ان احنا نعيش شويه في الخيال. سوف خلاص؟ نعيش في الخيال. انت الامير، حراسك وصلوا تحت امرك، اتغيروا طبعا، كان حسني باشا بقى عبد الحميد باشا، وده احمد رفعت باشا موجود برده معانا. الاثنين دول هم حراسك في الديوان. لو القصر ده كده انا قلت لك او احنا قلنا لك القصر ده بقى بتاعك، تحب تكون مين؟ الامير، السلطان، الملك، ولا واحد من عامه الشعب؟ لا لا امير ولا سلطان، بس ابقى حاجه كويسه في هذا القصر يعني، نبيل من النبلاء، وابقى ليا تواصل مع الشعب، ابقى اقدر اقعد يعني مع الشعب. يعني ابن الامير مثلا، ابن السلطان؟ لا لا برضو مش عايز. عايز احد النبلاء يعني، حد من حد من اللي بيتعامل مع الشعب، من الاعيان بس عندك مثلا. ماشي. عمده. يا عمده. ماشي عمده. ماشي عمده وعندك القصر. خلاص. طيب مين الوزير بتاعك؟ اختاره لنا كده من الوسط الفني. ممدوح عبد العليم. ده يعني ده تحيز. انا اتكلم ايه بقى؟ بتعذبه بقى. لا 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 لا، ممدوح. طيب. ممدوح يبقى طبعا. الوزير بتاعك يبقى في نفس يعني احنا الاثنين بنقرر. انتوا الاثنين مع بعض. طيب مش ليش. الوزير انا مش الوزير بتاعي. لا يبقى احنا عمد زي بعض وبنقرر. نقسم لكم القصر بقى كل واحد. لا ليه يبقى مع طيب. يعني سوا. طيب وقتها العمده هيختار الزوجه بتاعته، ايه مواصفاتها؟ لا لازم تبقى حاجه جميله بقى، ولبس بقى العربي والبخور والمزيكا والتخت يعني حاجه. التخت موجود والبخور موجود. حاجة. مواصفاتها ايه بقى؟ يعني انت ترتاح في ايه كعمده؟ لازم يكون فيها ايه؟ ايه هي مواصفات الاميره؟ لا ما نقدرش نتكلم في المواضيع دي كده على الهواء. لا عيب. يعني ما يصحش، خصوصا انت يعني متزوج من اميره بجد. ما يصحش هي يعني. فعلا لا لازم حاجه تبقى يعني زي ما بيقولوا بتخض كده. لما تشوفيها تخض تهل عليك. ما شاء الله، ايه الهله دي، ايه الطله دي، ايه الجمال ده، حاجات كده. طيب مين بقى هتفتح القصر ده للشعب هيدخله، ولا انت هتخرج لهم، ولا هي لا يبقى في هتقيم مآدب موائد، حفلات، يوم في الشهر، في السنة، ناس تبقى في ناس موجوده عشان تخدم الناس اللي بره القصر ده. هتبقى خير يعني على الناس. لازم. لازم. مين مطربك في القصر؟ مين اللي هيجي يحضر مجلسك يغني؟ عيش بقى في الخيال يا سيد مكاوي. ينفع يكون المطرب ده؟ يا ريت. طيب. هيبقى حاجه جميله. احنا كده لازم الحرس نودعهم. اتفضل. احنا كده في فتره السحور. احنا فتره بينقلنا صوت سيد مكاوي للسحور. وهتسمع شعر فؤاد حداد على لحن محمد عزت. هننتقل للسحور، تعالوا معانا نتسحر على صوت سيد مكاوي وفؤاد حداد. احنا في السحور، وطبعا هشام المطبخ اخباره ايه بما انك كان عندك مطعم؟ انا عايز اقول حاجه. الاكل اولا، انا جدتي كانت بتقول حاجه ان قبل ما تاكل ببقك بتاكل بعينيك. فعينيك اخبارها ايه؟ ففعلا الاكل يتاكل بالعينين. والله على الله يقدر يتاكل بالبق. لا لا يتاكل بالبق على فكره على قد طعمه. ان شاء الله. شيف حسنين ان شاء الله. لا ان شاء الله. ايه رايك في امير القصر النهارده؟ طبعا ده حاجه جميله بالنسبه لي والله. ربنا يخليك يا شيف والله. وانا شايفك قاعد مركز في الاكل عشان يطلع حاجه حلوه. ده انا عاملك النهارده بقى باميه صعيدي. طب ما فيها زفر اهي. وباللحمه طبعا. امال ايه؟ هنعملها من غير لحمه. طيب. يبقى في القصر عندنا وهنعمل باميه من غير لحمه. مصيبه. تبقى طبعا مشكلة. عايز اقول لك انه بيقعد يجنن الستاف اللي ورا الكاميرا وهو بيطبخ بجد، وبيكونوا هم في الوقت ده فعلا يعني خلاص جاعوا يعني. طبعا. فبيبقى عايزين يدوقوا الاكل بتاعه. طب ما تتفضلوا معانا ما دام جعانكم. كلوا 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 كلوا. وبعدين في بعد كده يقصف لنا بسرعه جدا عشان نشوف سؤال كده لهشام. ده ليا انا؟ كل الباميه وده؟ انا خفيف قوي. كتير قوي. خفيف. ده طاجن باميه باللحمه الضاني. بسيطه. حته لحمه طيب صغيره. لا طب انت بتاكل اكل اولاد الزوات ولا ليك بقى في الحاجات اللي هي اولاد الزوات؟ انا بقول له سيب اللحمه وهات السجق. هات السجق. في احلى من طب ما السجق. هو السجق اللحمه برضو. يعني بتحب تاكل حاجات شعبيه كتير و... مش صومون في مي يعني. لا 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 كنابي لا لا ولا لا لا لا. طيب هشام سليم يا جماعه بقى ابو البنات، ثلاث بنات ربنا يخليهم لك. ايه حكايه البنات؟ هيجي لك ثلاث عرسان وهيقعدوا هتبقى لو عشنا
ما انا قلت اخلفهم متاخر عشان ايه ما الحقش الفتره دي. صعب يعني جدا مرحله ان حد يجي يقول لك انا طالب ايد بنتك، هتسمعها ثلاث مرات. بصي لغايه دلوقتي انا مش حاسسها عشان هو لسه صغيرين، لسه صغيرين ولسه ما بفكرش حتى يعني، يعني مش 18 سنه حتى، فده لسه قدامها شويه، فانا عمال ايه ارميها مش عاوز افكر فيها. ولكن انا اللي عارفه ان يوم الجواز ده او لما واحده بتتاخد من ابوها بيبقى احساس تاني خالص. انت تربيت في عيله ما فيهاش بنات يعني خالص. انت وخالد والاسره كده كانت جامده. اول بنات بعدينا جم بعد 12 سنه يعني انا كان عندي 12 سنه. انت حاسس انه لا وجود البنات طاغي وجود البنات ايه يعني احلى حاجه في الدنيا، احلى حاجه مفيش بقى يعني لا 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 مفيش بقى حاجات ناشفه ولاد لا لا يعني البنت لما مثلا تكلميها تحسي انها بتسمعك. الولد انا عارف يعني مش فاضي اساسا يسمع، يعني هيدي لك الوش اللي هو ها خلصنا بقى عشان ايه وداني وجعتني فخلص الكلمتين. بيدلعوك البنات انت ممكن تدوق واحنا بيدلعوني بيدلعوك في بعض الاحيان يدلعوني خاصه لو عاوزين حاجه طبعا كلهم طبعا انما عاده بيدلعوني عندهم اي ميول فنيه؟ متهيألي الصغيره ممكن تطلع عليها في ميول فنيه وهتسيبها تعمل ما اعرفش برضو ولكن إيه؟ انا اللي طول عمري بقوله اي مشكله هتقابلها وهي دكتوره هتقابلها وهي ممثله صح انا معاك يعني مش صح. هي دي اللي انت اب ايه صارم بقى زوجي عامل ازاي في البيت تخش لا المخل. خالص ولا سيد بقى عندك ثلاث بنات وزوجتك الجميله فيعني انت قاعد بقى يعني هارون الرشيد انا زي اي راجل احب اتدلع في بيتي يعني فبتدلع. لو اقدر ما اقدرش اعمل حاجه مش هعمل حاجه سامع يا شيف طبعا طب اساله سؤال بقى بيقول لك لو اقدر ما اعملش حاجه ما اعملش انا خليني اخلص بس انما لو مراتي مثلا قالت لي هشام قوم اعمل لي كذا هقوم على طول طبعا عشان هي سامعاك على الهوا دلوقتي لا والله والله لا والله طب بتحبي تخش المطبخ يعني تعمل ايه حضرتك شاي بقى ميه ابص في ايه في الثلاجه بس بس امير امير يا اخي يعني لا انا ساعات بحب اطبخ ساعات بس قليل قوي بقى لي يعني بقى لي كتير الاكل معينه اللي حضرتك بتحب تعملها انا احلى حاجه بحب اعملها واقول لك السبيشاليتي بتاعتي ومحدش هيقدر يضربني فيها ايوه سوفليه وشوكولا سوفليه وشوكولا ومش سهل شوف النقاد فيهم حق برضه سوفليه وشوكولا اي حد يعمله فعلا السوفليه وشوكولا طيب قول لنا وصفه السوفليه شوكولا على لا دي اصل شيخ هشام على شريف هشام دي اصلها يختلفوا فيها ناس كتير قوي في اساسيات نعمل في ايه بالسوفليه بسرعه في زبده دقيق لبن وبعدين بياض بيض وصفار بيض وبعدين شوكليت شوكولاته سايحه كاكاو باودر ممكن لو عاوز كاكاو باودر وفانيليا مفيش بسكوت بتهيألي لا لا لا, 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 لا لا ما دي بتختلف بقى يعني انت بتكوني كل ده اللي هو بيبقى بتالي ساقع الزبده بالدقيق باللبن بيبقى عامل زي البشاميل الاول وبعدين تزودي عليه ال الصفار البيض وبعدين تزودي عليه الشوكولاته وبعدين تزودي عليه الفانيليا احنا كده بقى نقف في البيت بقى لما سوفليه وشوكولا مشكله طبعا طبعا بنسميها بقى سوفليه وشوكولا شيه هشام شيه هشام اهلا وسهلا عايزه بسرعه اوريك الصوره يا خالد الفاتوره غاليه قوي على فكره الفاتوره كويسه مش غاليه ايه رايك في الصوره يا رب تعجبك يعني حاسس عينيك خضرا اهي لا فيها منك فيها منك وبعدين شعرك حلو اهو ايه المشكله دي بتقول لي حاجه عملتها مش قوي بقى ايه اللي شفته في هشام يا خالد كنت محتار شويه شايفه برنس شويه شايفه ابن بلد طب جميل ده حلو ده حلو شويه ده. شايفه ولد شقي فانا قررت ارسم الولد الشقي ولا وفي شويه يعني اللي هو هيطلع شقاوه يعني بس ما شاء الله انا انت هتاخدها معاك هتاخدها معاك بقى طبعا تحتفل بكل ذكريات القصر النهارده والاكل كمان يعني وتاخد الاكل وشيف حسنين نفسه مش هتشطها عشان ما يبانش الطعم بقى شوفي شفات بالظبط